لازمنا نخدمه، لازم نخدمه. رسميا المايسترو الجديد للجهاز التنفيذي يباشر مهامه في ظروف اقتصادية صعبة جدا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيعرض مخطط حكومته ليبلور فيه رؤاه للحلول التي يراها لمواجهة الصدمة المالية، لا سيما وأنه كان ينتقد على الدوام سياسة سلفه في العديد من الملفات خصوصا ما تعلق بقطاع السكن. السكن الاجتماعي مسقفاته 2,400,000، ما نقول نطلقوا السقف هذا. السكن الاجتماعي ماهوش قادرة الدولة تسكن كل الجزائريين، شعب الله يبارك يمشي ويتنم أكثر. قال ندخلوا إجراء موجود في الدول الغربية للدعم العمومي للإيجار. وبما يقول أنه قرارات شعبوية ستضر بالمواطن أكثر مما تنفعه، كما هو الحال مع القرض الاستهلاكي. أخويا اليوم نقول له راح تسلف باش تشري كروسة ولا تشري كذا، يسلف بمية وغدوة يخلص 500، يفلس. يطيح على الدولة، يطيح على روحه، ويطيح على من. إذن الحلول سهلة. أيضا أويحية من أكبر الرافضين لفتوى الاستدانة الخارجية ومخالب صندوق النقد الدولي. أمن مشوش الاستدانة، حلول سهلة، حلول سهلة. قال ما أنا إنكريس فينانسيار ندور عليها بالاستدانة. هذا شوف ما نش نفتي في شيء نعتبروه أنه قد يكون خطير على البلاد. خطورة عشت الجزائر في الثمانينات. خلينا نتكفل بأمورنا بما دخلنا، ونبرمج مصاريفنا وحاجياتنا حسب وتيرتنا. المترو زراعة الروح كما يقولوا بالعامة. فهل سيوقظ خارطة طريق جديدة للعمل أم أنه سيكتفي بمخطط عمل الحكومة القديمة التي لم تعمر أكثر من 84 يوما دستوريا، يؤكد العضو السابق في المجلس الدستوري. غير ملزم بتقديم مخطط جديد للحكومة، لأنه عين بمرسوم من طرف السيدة الجمهورية كوزير، أول خلف لوزير مسحب أو الوزير تم إقالتين. هذا الشهر يخلينا أمام ليس تشكيل حكومة جديد، ولكن أمام تعديل في منصب الوزير الأول بالإتيان لرجل آخر يرى رئيس الجمهورية أنه أكثر آلية وأكثر ملائمة وأكثر مناسبة لتنفيذ برنامجه، والمخطط جزء مخطط العمل الحكومة جزء منه. مما لا خلاف فيه أن مخاوف الجزائريين كبيرة من سياسة شد الحزام التي باتت سمة لشخص أحمد أويحيى، خاصة ما تعلق بالخصصة وتسريح العمال، رغم محاولة مدير ديوان الرئيس السابق تبرير توجهاته سنوات التسعينات. شركات باعهم أصحابه، شركات تحلت نحلوا فيها ونبكوا. علاش تحلت؟ تحلت خاطر لو كانت عالجت الوقت اللي كان لازم العلاج ما كانش توصل للحل. ويحيى وزيرا أولا من جديد بعد 5 سنوات من الغياب عن قصر الدكتور سعدان في ظروف اقتصادية تشبه إلى حد بعيد ما حدث في التسعينات، فهل سيجد الوافد الجديد القادم على قصر الحكومة التوصيفة اللازمة، أم أن الجزائريين على موعد مع المزيد من الإجراءات التقشفية؟